بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا يا توتا توس، السلام عليكم. ازيكم؟ عاملين ايه النهارده؟ ان شاء الله هحل اكزامان ديناميك ثالثه ثانوي 2019، بروميير سيسيون فرونسي بالفرنسي. ونقول بسم الله ونبدا في اول سؤال. بيقول si une particule se déplace en ligne droite telle que la mesure algébrique du vecteur de position r est r égale 6 t au carré moins t cube, alors son mouvement sera accéléré dans omidini intervalle mortalif. طيب هو مش انا عارف ان انا عشان اجيب mouvement accéléré مفروض ان يبقى عندي الفيتيس والاكسيليراسيون ليهم نفس السين. معنى ان هما ليهم نفس السين يعني la multiplication entre la vitesse et l'accélération تبقى positif. حلو جدا. طيب اعرف منين بقى ان الفيتاس بوزيتيف، واعرف منين وامتى اعرف امتى الفيتاس بوزيتيف واعرف امتى الاكسلراسيون تبقى بوزيتيف؟ لما اعمل ايه ديريفي، لما اعمل ديريفي للفيكتور دو بوزيسيون. اول مره هجيب الفيتاس واعمل تابلو سين واعرف امتى بوزيتيف وامتى نيجاتيف. الاكسلراسيون نفس الكلام، هعمل ديريفاسيون دو فوا دو فوا للبوزيسيون واعرف هي ايه امتى بلس وامتى مو. فنيجي نعمل كده، عندنا هنا ال r ايجال 6 t او كاري مون t كوب، الفيتاس ايجال r ديريفي اون سول فوا ايجال 12 t مون t او كاري. حلو. والاكسيليراسيون هي r دو فوا ايجال 12 moins 2t. جميل جدا. اجي بقى اعمل ايه، اعمل تابلو سين للفي وللا للفيتاس وايه للاكسلراسيون. نبدا نعمل كده. الاول هنعمل الفيتاس تابلو سين فيتاس. تمام، الفيتاس عندي كام؟ 12t moins t au carré. حلو. هعمل ريزولوشن لل v égale 0، ريزودر v égale 0 عشان اجيب البوان كريتيك بتاعت ال v. هلاقي عندي ان هي 4، هي هتبقى 4 و موان 4، بس طبعا ما فيش 4 و موان 2، بس طبعا ما فيش طن بالسالب، ما فيش طن بالنيجاتيف. فانا هبدأ من 0 هنا عشان برضو 0، برضو لو حطيت 0 هنا يبقى هتديني برضو 0، وهنا بلس لانفيني. حلو جدا. اكشف بقى اشوف امتى بوزيتيف وامتى نيجاتيف. طيب لما اعمل اعوض بقبل الكتر، لما اعوض قبل الكتر وبعد الزيرو في الفترة دي في الانترفال ده في الاكواسيون هنا، لما اجي اعوض هتبقى بوزيتيف. حلو. ولو جيت عوضت بعد هتطلع لي نيجاتيف. جربوها اعملوها على الآلة هتطلع كده، بس عشان بختصر في الوقت. طيب والاكسيليراسيون قال لي ايجال ايه، ايجال 12 مون 2 تي. هعمل اكسيليراسيون ايجال 0 واشوف التي بكام لما الاكسيليراسيون تكون 0. تمام، هيطلع لي 0. طبعا هو 0 ده انا ببدأ منه، ده مش حل للتي، هيبقى عندي 2. ولو انتوا عملتوه على الآلة هيطلع برضو 2 وموان 2، فهو مفيش طن بالنيجاتيف زي ما قلنا فوق، فايه تطلع 2 عادي. هنعوض بقى هنشوف. لو عوضنا ما بين 0 و 2 هتطلع بوزيتيف، ولو عوضنا بعد 2 هتطلع نيجاتيف. حلو قوي. طب نركز بقى هنا، فين الانترفال اللي الفيتاس اهي والاكسلراسيون اهي، فين الانترفال اللي الاتنين مع بعض عندهم نفس السين؟ هبدأ هنا 0 0، هوب عند الدو اقوم نازل 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 كده ومقسمها من عند الدو، عندهم ايه نفس السين. حلو قوي. طيب من ما بين الدو والكتر المنطقة دي هنا بلس وهنا موان، يبقى ما فيش نفس السين. طيب من عند الكتر بقى
بعد 4 لي بلوس لانفيني، بعد 4 لي بلوس لانفيني عندهم نفس السين اهي نيجاتيف، او منزل كده بخط كده، هنا هيبقى عندي 4 وهنا كان عندي 2، يبقى الانترفال عندي اللي الفيتاس والاكسيليراسيون عندهم نفس السين من 0 ل 2 كله اوفر طبعا، يونيون من 4 لي بلوس لانفيني. حلو جدا، يبقى الريبونس هي من 0 ل 2 يونيون 4 بلوس لانفيني. كده نكون حلينا اول سؤال. نيجي بقى للدوزيام كيستيون، تاني سؤال، وبيقول سي لا فيتيس في ايجال 3 تي او كاري مون 2 تي اي ار ايجال 1 كوم تي ايجال 0، الوغ ار ايجال كومبيان؟ تمام، يعني هو هنا مديني الفيتيس وعايز الايه فيكتور دو بوزيسيون. طيب هو مش احنا عارفين ان الفيكتور دو بوزيسيون لو عملت له ديريفي بارابور او تون بالنسبة لل تي هيديني الفيتيس. طيب وايه عكس العملية بتاعت الديريفي، او ايه الاوبوزي بتاع الديريفي؟ انتجراسيون، انتجراسيون بتاعت الفي بارابور او تون. جميل جدا، وهيبقى البورن بتاعي هو T2 و T1. حلو، طب تعالوا بقى نطبق الكلام ده على المسألة بتاعتنا. هنا بيقول ايه بقى؟ هنا مديك ان ال V يجال 3T او كاري موان 2T. جميل جدا، كل اللي انا هعمله ان انا هعمل لها ايه؟ انتجرال بالنسبة للتي، يبقى اعمل انتجر جنتجر في بارابور تي، يبقى هتديني طبعا انتوا اكيد بتعرفوا تعملوا انتجراسيون، هتديني على طول تي كوب موان تي او كاري بلس كونستانت. عندي هنا كونستانت عايز اخلص منها. طب ما هو انا هو هنا مساعدني في الكيستيون، مديني ار ايجال 1 لما تي ايجال 0. اولا خلينا متفقين ان ار اهي طلعناها بتي كوب مون تي او كاري بلس كونستانت. طيب طب ما انا اعوض التي دي ب0 وهيبقى عندي الناحيه التانية الار ب1، وهيبقى ما عنديش غير الانكونيو واحد بس اللي هو السي هعرف اجيبه. يبقى انا الار عندي بتي كوب مون تي او كاري بلس سي. حلو قوي. طيب يبقى الار ايجال 1 كون تي ايجال 0، يبقى سي ايجال 1. حلو جدا، يبقى الار ايجال كوا؟ ايجال تي كوب مون تي او كاري بلس 1. فوالا، وهي دي الاجابة اللي هو اختيار الاختيار النيمورو سي اللي هو يعتبر الثالث يعني. طيب نيجي لكيستيون 3، وبيقول une balle de masse 100 grammes se déplace horizontalement à la vitesse 9 mètres par seconde. Elle heurte un mur vertical et rebondit à la vitesse 7,2 km par heure. Si le temps de contact entre la balle avec le mur est 1 sur 10 secondes, alors trouvez l'impulsion du mur sur la balle, puis trouvez la pression de la balle sur le mur. طيب نيجي لكيستيون نيمورو 3 بقى. اولا عشان ابقى فاهم كده الدنيا ماشيه ازاي لازم نرسم. عندي هنا بال راحه خبطت في المير وعمل ريبوندي، تمام. لما عملت ريبوندي عملت ريبوندي ب 7,2 كيلومتر بار اور، سميتها في 2، ولما راحت كانت راحه ب في 1 9 متر بار سكوند. حلو جدا، طيب لازم طبعا احول الكيلومتر بار اور لمتر بار سكوند، فعملت فوا 5 سور 18 اداني 2 متر بار سكوند. وهنا عندي الدو فيتيس عكس بعض، فلازم يبقى عندي واحد، يبقى لازم ايه واحده منهم تبقى بالنيجاتيف، فهتبقى في 1 بالنيجاتيف، في 1 هتكون نيجاتيف وفي 2 بوزيتيف. يعني ايه ده يريح؟ وانا عندي قانون بيقول لي ان الامبولس الامبولسيون بتساوي ام
فوا V2 موان V1. انا اوريدي عندي V1 هنا بالنيجاتيف. طب لو هو لو V1 بالنيجاتيف يبقى هتبقى V2 بلس V1، تمام، حلو جدا. وعندي هنا طبعا الماس 0.1 كيلو جرام، هو مداني بالجرام، مداني 100 جرام، فانا حولتها ل 0.1 كيلو جرام عشان احنا بنشتغل بيونيتي ايه ستاندر. بس هحسب على طول، اعوض بقى V2 ب 2 متر و V1 تبقى ب 9، فبالتالي impulsion égale 0.1 fois 2 plus 9 هيديني في الآخر 1.1 كيلوغرام متر بار سكوند. جميل جدا. طيب وكان بقى عايز هو ايه بقى؟ عايز الفورس دو بريسيون. طيب هو مش انا عندي اللوا فورميل بتقول الامبلسيون هي الفورس فوا لو تون دو كونتاكت؟ طب ما انا عندي الامبلسيون وعندي التون الدهوني 1 سور 10 سكوند، ناقصني اجيب الاف. الاف هي تبقى ايجال الامبلسيون على التون. الاف هتطلع ب 11 نيوتن. طبعا هتعوضوا الامبلسيون ب 1.1 ديفيزي بار 1 سور 10 على الآلة كالكولاتريس، هتطلع على طول ب 11 اي نيوتن. نيجي بقى الكيستيون نيمورو 4، بيقول d'un point fixe sur une ligne droite une particule en repos commence à se déplacer sur cette ligne droite telle que l'accélération égale 3 sur 8 r au carré où a est mesuré par mètre par seconde au carré et r par mètre. Trouver اول حاجه اللي trouver la vitesse de la particule quand r égale 2 mètres. تاني حاجه عايز trouver la position de la particule quand v égale 4 mètres par seconde. طب تمام. نخلي بالنا هنا بقى يا جماعه، نخلي بالنا هنا في حاجه، ان هو هنا اداني الاكسلراسيون en fonction de la position مش en fonction du temps. فبالتالي لو انا عايز اجيب la vitesse مش هعمل انتجري، مش هعمل انتجراسيون لل acceleration، عشان هنا هي مش يعني هي مش معمولة بارابور au temps، هي هنا معمولة بارابور à la position. فانا هنا عندي قانون بيقول لي ان ال A égale la vitesse fois dv sur dr. ان هي ال a، لو ال a هي مع اكسبريمي ان فونكسيون دو r ايجال ال v فوا dv سور dr. حلو جدا. طب انا بدور ايه؟ انا بدور على الفيتيس، ده اللي انا بدور عليه لما ال r تكون ب 2 متر. طب حلو قوي، هي دي اسمها ايكواسيون ديفرنسيال دو بروميير اوردر. عشان بس ما اخشش في تفاصيل كتيرة، لان هو ده يعني حاجة يعني لسه هتبقى هتاخدوها لو ان شاء الله دخلتوا كلية هندسة او كليات بتدرسوا فيها رياضة. بكل بساطة احنا هنعمل حاجة، بس هي يعني هي صح، بس مش يعني هي ليها شرح يعني، بس مش هيطول الشرح يعني. كل اللي هنعمله ان هنا هنودي الدي ار ده هناك، وهيبقى عندنا هنا في دي في، هيبقى عندي ا دي ار ايجال في دي في، واعمل انتجري بقى للدو بارتي. هنا هعمل انتجري لل ا بارابور ا ار، وهنا هعمل انتجري لل في بارابور ايه ا دي في. حلو جدا. طيب نعرف عايزين بقى نشوف هنا هنعمل انتجري لل ا من ار ايجال كام ل ار ايجال كام. اقول له من ار ايجال 0 ل r ايجال 2، عشان هو عايز يعرف لما r الفيتاس لما ال r ايجال 2. حلو، وهو اصلا بادئ من الغوبو يعني r ايجال 0. حلو جدا. طيب هنا بالنسبه بقى للفيتاس، الفيتاس انيشيال اللي عندي هتبقى 0 من v ايجال 0 لل v اللي انا عايز اعرفها. دي ايه اللي انا عايز اعرفها؟ يعني من الاخر لما اجي اعمل انتجري، يبقى اعمل انتجري ما بين 0 les 2 les 3
sur 8R au carré. La même elle dit intégrée à la tour, la tête à V au carré, 1 demi V au carré. حلو جدا. دلوقتي مش فاضل غير ان انا احسب دي واجيب ال V au carré. هيطلع عندي ان 1 sur 8, 1 sur 8, 1 sur 2 SF, 1 sur 2 V au carré égale. Maman les débats intègre, débat 1, débat 1 sur 8, 1 sur 8, R et R cube, mais ben 0 ou 2. Et il y a un et la croix de dénia, il y a un chan, débat dénia, ou t'as un lina qui d'un chan et débat machia, t'as hello get. يبقى انا لما عملت انتجر هنا بقى عندي 1 سور 8 ار او كوب، هعوض بقى ب0 و2، احط بقى 2 على طول هيطلع عندي، هعوض بقى الار او كوب دي ب2، هيطلع عندي ان 1 سور 4، 1 سور 4 فوا 2 au cube, 1 sur 8 SF, 1 sur 8 fois 2 au cube égale 1 demi V au carré. Yani V au carré égale 2. Hello getta. طيب يعني معنى كده ان في او كاري، في او كاري في لوحدها اسف ايجال بلس او موان 2 متر بار سكوند. ما ننساش بلس او موان لان هي الفيتاس هنا فيكتور، فممكن تبقى ايه في ميم سنس او سنس اوبوزي. لو هنا انا كنت بحسب طن ما كنتش هاخد النيجاتيف لان ما فيش طن ايه بالنيجاتيف. تمام كده ماشي. تاني حاجة بقى، احنا كده جبنا اول حاجة. تاني حاجة دوزيام شوز، عايز تروفي لا بوزيشن دو لا بارتيكول، عايز ار كان في ايجال 4 متر بار سكوند. هستخدم نفس الايكواسيون اللي انا جبتها فوق دي، اللي هي 1 سور 8 ار او كوب ايجال 1 دمي في او كاري. حلو، 1 sur 8 r au cube égale 1 demi v au carré. طيب انا عايز ال r لما ال v ب4. طيب اعوض واشتغل على طول، يبقى 1 sur 8 r au carré égale 1 demi 4 au carré. اجيب ال r على طول، ال r على طول هتطلع ب4 متر. اوكي ده سؤال نيميرو 4 خلص. طب نيجي النيميرو 5 بقى، وبيقول سي ان كور دو ماس 8 كيلوغرام سو ديبلاس اون ليني دروات تل كو ا ايجال 2 تي موان 6 متر بار سكوند دو كاري. alors la variation de quantité de mouvement pendant l'intervalle du temps plus grand égal à 3 ou يعني entre 3 et 5 est égale à كذا. طيب هو هنا عايز مني ال الكونتيتي دو موفمون. هو مش احنا عندنا هنا ان الاكسلراسيون فاريابل لان هي ان فونكسيون دو تي، وعندي الماس كونستانت ب 8 كيلوغرام، ماس ايجال 8 كيلوغرام واكسلراسيون ايجال 2 تي موان 6. حلو، وانا عارف ان الفارياسيون دو كونتيتي دو موفمون اللي هي دلتا اتش ايجال ام فوا دلتا في. هو هنا مديني ايه؟ مديني الاكسلراسيون. طب ما هي دلتا في اصلا ايه؟ ما هي الانتجراسيون بتاعت الاكسلراسيون بارابور او طون ما بين تي 2 و تي 1. جميل. طيب ما نعمل انتجراسيون للاكسبرسيون بتاعت الاكسلراسيون بارابور او تي، وعندي هنا مديني الانترفال دو طون هتبقى انتر 3
اي 5 حلو جدا. يبقى دلتا في يقال كام؟ يقال 4. تعمل دي على طول، تعمل انتجراسيون هنا او تعملها على الكالكولاتريس، هتطلع ان دلتا في ب 4 متر بار سكوند. حلو جدا. طيب هو هنا عايز ايه بقى؟ عايز الكونتيتي دو موفمون. طيب يبقى كونتيتي دو موفمون ايجال الماس اللي هتبقى 8 فوا 4 ايجال 32 كيلوغرام متر بار سكوند. بس كده. هنا بقى نيجي لكيستيون نيمورو 6 اللي هي بتاعت الاسانسور. ان انفون اي دوبو سور اون بالانس دو بريسيون دون ان اسانسور كي ديسون افيك اون اكسيلاسيون 1,4 متر بار سكوند او كاري سي لا ليكتور دو لا بالانس اي 30 كيلوغرام بوا. الوغ لو بوا دو سيت انفون ايجال وعايزو بكيلوغرام دو بوا. طيب هنيجي هنا لازم نبقى عارفين ان لو الاسانسور هيبقى طالع يبقى البوا ابارون اللي هو الاف ايجال الماس فوا جي بلس ا. طيب ولو نازل يبقى الاف ايجال ام فوا جي موا ا. طيب انا هنا عندي الا وعندي جي وعندي الاف وبدور على الام، ف معادلة بسيطة خالص m إيجال f سور جي موان a. بس نخلي بالنا ال f هنا عندي بالكيلوغرام بوا، المفروض أحولها نيوتن، تبقى 30 فوا 9,8 على 9,8 موان 1,4. كل ده هيديني 35 كيلوغرام بوا. ده البوا بتاع الطفل اللي نازل في الاسانسير. نيجي الكيستيون نيمورو 7 وبتقول ان فاغون دو ترين دو ماس 10 تون سو ديبلاس ا لا فيتيس دو 20 متر بار سكوند. Il heurte un autre wagon au repos de masse 10 tonnes. Après le choc, les deux wagons se déplacent comme un seul corps. هنا عايز ايه بقى؟ La vitesse de ce corps juste après le choc et l'énergie cinétique perdue à cause du choc. تمام. نيجي هنا الاول M1 طبعا حولتها الكيلوغرام، و V1 قال لي ان هو كان ب 20 متر بار سكوند، و M2 برضه حولتها بس قال لي ان كان M2 هو كان يعني واقف كان ما بيتحركش، فبالتالي ال V2 فبالتالي ال V2 هتبقى ب 0 متر بار سكوند. وبعدين قال لي معلومة، قال لي ان هما سو ديبلاس ابخي لو شوك كوم ان سول كور. يبقى V1 بريم و V2 بريم اللي هي ابخي لو شوك ايجال ايه V بريم. دي هتسهل علينا ايه في العملية. طيب هو هنا عايز ايه؟ عايز في بريم اللي هي لا فيتاس ابخي لو شوك. حلو جدا. هعمل على طول الفورمول بتاعتي بتاعت الكوليزيون، هتبقى ام 1 في 1 بلس ام 2 في 2 ايجال ام 1 في 1 بريم بلس ام 2 في 2 بريم. طيب ما انا عندي ان هنا ام 2 فوا في 2 ايجال 0 عشان في 2 اوريدي ب 0. حلو جدا. يبقى عندي ام 1 فوا في 1 égale V prime fois M1 plus M2. لأن عندي إن V1 prime égale V2 prime. هحسب بقى V prime على طول، هتبقى M1 fois V1 على M1 plus M2 هتطلع على طول ب 10 متر بار سكوند. ده كده أول روكي أو أول إيه مطلب. طيب تاني مطلب هو الإنرجي سينيتيك بيردو أ كوز دو شوك. طيب خلينا عارفين ان عشان اجيب الانرجي سينيتيك بيردو اكوز دو شوك، يبقى انا طبيعي بديهي جدا وباللوجيك هعمل انرجي سينيتيك افون لو شوك مو انرجي سينيتيك ابري لو شوك. اهو ده اللي احنا كاتبينه هنا، الانرجي سينيتيك توتال طبعا افون لو شوك وابري لو شوك. طبعا انتوا عارفين انرجي سينيتيك ايجال ان دومي ام في او كاري، حطيت هنا ان دومي ام 1 في 1 او كاري بلس ان دومي في 2 M2 V2 au carré moins L après le choc ma V1 prime ou V2 prime à watt à la tour de l'arcom au delà 10 puissance 6 joules. D'accord, ben n'est-ce pas la question numéro 7. طيب هنيجي الكيستيون 8 وبيقول بقى ايه الكيستيون 8 دي بقى يعني ايه محتاجه روقان كده عشان دي بولي. بيقول لي ان كور دو ماس 10 غرام اي بوزي سور ان بلان نورغو
يبقى عندي coefficient de friction force de frottement كلام ده كله. Incliné sur l'horizontale d'un angle de 30 degrés, le corps est accroché à un fil léger passant par une poulie lisse fixée au sommet du plan pendu. Au sommet du plan. Pendu de l'autre extrémité du fil à notre corps de masse 15 grammes, si le coefficient de frottement dynamique mu k entre le corps et le plan est 1 sur racine de 3, trouvez le temps pour que le premier corps parcourt une distance de 98 cm sur le plan, ainsi trouver sa vitesse. Hello, Ketan. Voilà, Nkeda. Able Ayahaga. Nirsi Mikalam el Matloub Minena. ونكتب الركيب بتاعنا. انا عندي ميو كا ايجال 1 سور راسين دو 3 ام ام 10 جرام و ام 2 ب 15 جرام. انا هنا ما حولتش لان هنا كل اليونيتي صغيره فمش هعرف نفسي بالتحويل عشان هو سنتيمتر وجرام وكده. لكن لو لقيت اليونيتي مش كلها واحده فانا ايه احول للاستاندار احسن. طب نيجي هنا بقى للرسمه. اولا هنا قال لك بلان انكليني بديهي لما يبقى عندي بلان انكليني البوب يبقى بتاعه كده هيبقى انكليني افيك ان انجل تيتا اللي هو هنا ده. حلو. الكلام ده بعمل بقى ريزولوشن للبوا. يبقى عندي هنا ام ام جي كوزينوس تيتا وهنا ام جي سينوس تيتا. حلو جدا. وهنا هيبقى عندي البولي وهنا في فورس دو تنسيون وهنا برضو ايه في فورس دو تنسيون. فورس دو تنسيون دايما بتبقى ناحيه البولي. وهنا عندي نورمال رياكسيون وهنا الفورس اي دو فروتمون اللي هو بيبقى الميو كا فوا ان. حلو جدا. طيب مش انا ده عايز اعرف الاول هيتحرك لفوق كده ولا هيتحرك كده كده. لازم اشوف مين ايه لازم اشوف مين الاتقل. هل 1 سور راسين دو 3 ان بلس ام جي سينوس 30 اكبر من من ال 15 جرام اللي هنا فوا جي ولا لا؟ لازم نشوف. انا طبعا عملتها طلع ان هنا ده هيبقى اتقل من ده. الفورس دي هتبقى اكبر من الفورس دي فبالتالي هينزل ده لتحت وده هيتسحب ايه لفوق. اهم حاجه اعرف الموفمون هيبقى ازاي عشان لما اجي اعمل الايكواسيون دو موفمون بتاعتي تبقى مظبوطه عشان تبقى اي حاجه مع السهم بلس واي حاجه عكس السهم موان. ده مهم جدا لما اجي اعمل الايكواسيون دو موفمون بتاعتي. فهنقسم الايكواسيون دو موفمون عشان هنا عندي دو كور هنقسمها لاتنين. اول حاجه اول ايكواسيون هتبقى عندي هنا اللي هي لا هنا انا حولت هنا انا حولت البوا من من كيلوغرام دو بوا ان هو يبقى بالداين عشان هنا انا شغال بيونيتي صغيره فده الداين ده بوا 1 وده بوا 2. حلو جدا. هنا بقى اخش على الايكواسيون دو موفمون بتاعتي هيبقى عندي هنا ام 2 ام 2 ام 2 اللي هي هنا ام 2 السهم نازل لتحت ام 2 فوا ا ايجال 15 جي 15 جي اللي هي هنا موان تي عشان تي عكس السهم اللي فوق. طيب ودوزيام ايكواسيون بتاعت الام 1 اللي هو هنا فوا ا فوا الاكسيليراسيون الموفمون رايح كده فبالتالي هتبقى موان 10 جي سينوس 30 بلس تي ان تي راحه كده. وما انساش طبعا لان انا يعني انا نفسي اتلخبطت فيها ما انساش طبعا الفورس دو فروتمون اللي هي ان سور راسين دو 3 ان. لا طبعا الان بام جي كوزينوس تيتا لازم ايه تاخدوها في الاعتبار ان هي ايه نازله لتحت وعكس السونس دو موفمون. حلو جدا. جبت انا الايكواسيون دو موفمون. طيب انا هنا بدور على ايه في الايكواسيون دو موفمون؟ انا هنا بدور ان انا اجيب الاكسلراسيون لان الاكسلراسيون هي اللي هتساعدني ان انا احل لغز
Nana Agib le temps pour que le premier corps parcourt une distance de 98 cm. لازم تحط في دماغكو دايما ان الاكسيليراسيون هي عصب الديناميك. عصب الديناميك هو الاكسيليراسيون اللي هيحل لي اللغز الاكسيليراسيون. فانا عايز اجيب الاكسيليراسيون، بس عندي التي هنا مضايقاني لانها انكونو، وعندي دوز اكواسيون وعندي دوز انكونو، فوالله العظيم هتتحل. فلما هعمل هنا هعمل بقى هنا اديسيون للاتنين دول، فبالتالي دي هتروح مع دي عشان هما سينيو ديفيرون. فلما اعمل اديسيون هيبقى ام 1 بلس ام 2 فوا A إيجال 4900. أنا طبعا جمعت وعوضت وعملت كل حاجة، وهنا طبعا هزود إم أن وإم دو، هحسب هتطلع إن الأكسيليراسيون بسون 96 سنتيمتر سكوند أو كاري. حلو جدا. طيب هو دلوقتي لسه أنا ما جبتش اللي هو عايزه، هو عايز تروفي لو تون، عايز التون. طيب ما أنا عندي من ضمن الايكواسيون دو موفمون بتاعت نيوتن ان الديبلاسمون ايجال في انيسيال فوا تي بلس ان دومي اتي او كاري. حلو جدا. طيب ما انا عايز التي ومعايا الديبلاسمون، هو قال له فوق 98 سنتيمتر والفي انيسيال بتاعتي بزيرو. حلو، يبقى انا هحسب هتطلع التي على طول بـ1 سكوند بس كده. طب بقى هو قال لك عايز بقى الفيتاس لما يطلع، لما يوصل، لما يعني يعمل ديبلاسمون ب 98 سنتيمتر. هاخد التي اللي انا خدتها من هنا واخش على الايكواسيون التانية، واخش على الايكواسيون التانية اللي هي في ايجال في انيسيال بلس اكسلراسيون فوا تي. دي دوزيام ايكواسيون دي من ضمن الايكواسيون دو موفمون، يعني هي دي ودي يعتبروا يعني اخوات. فلما هحسب هتطلع ان ال V بسون 96 سنتيمتر بار سكوند. حلو، انا هنا خلي بالكو شغال بيونيتي صغيرة، سنتيمتر بار سكوند او كاري، جرام، داين كده، فاهمين كده؟ نكون عملنا السؤال رقم 8. نيجي بقى النمرو 9. بيقول dans un corps de masse 2 kg posé sur un plan lisse، خلي بالكو لسه يبقى مفيش frottement، s'il commence son mouvement du repos يبقى v initial égal 0 sous l'effet de la force F d'intensité 1,5 kg poids، حولها للنيوتن طبعا، alors l'accélération du mouvement égale. طيب زي ما انتم شايفين كده انا رسمت هنا اهوت، هعمل طبعا ريزولوشن للبوا اللي هو البوا اهوت ده البوا، عملت له ريزولوشن ل ام جي كوزينوس 30 و ام جي سينوس 30، وده هيبقى السونس دو موفمون عشان في فورس بتشد لفوق. وهو قال لي كمان اظن قال لي ان هو يعني هو ما دام بيشد بفورس هتبقى لفوق. وكمان لو عايزين تتاكدوا اكتر شوف انهي الاكبر 14.7 نيوتن ولا الفورس بتاعت الكومبوزون بتاعت البوا. حلو جدا. فطبعا انا حولت الفورس لنيوتن عشان هو مديها لي كيلوغرام بوا، ودي طبعا الرياكسيون نورمال. طيب هو عايز ايه بقى؟ عايز الاكسيلراسيون. شوف بيطلب الاكسيلراسيون، يبقى على طول اعمل ايكواسيون دو موفمون، اي حاجه مع السهم بلس، اي حاجه عكس السهم موان، واحل على طول واجيب الاكسيلراسيون. حلو جدا. انا طبعا اتاكدت شفت مين اكبر، وعشان اعرف اتجاه الحركه هيبقى فين، عشان على اساسه هعمل الايكواسيون بتاعتي واعمل السهم. فهنا هيبقى عندي الايكواسيون ام ا ايجال اف مو ام جي سينوس 30، ان الاف مع السهم هو ام جي سينوس 30 عكس السهم. فبالتالي هحسب هتطلع ان الاكسلراسيون 2.4 متر بار سكوند او كاري ان او طالعه لفوق. طيب نيجي بقى الكيستيون نمبر 10. بيقول سي ان فورس كونستانت دانتنسيتي 24 كيلوغرام بوا agit sur un corps de masse m kg pendant 1,49 secondes, sa vitesse est changée de 3 mètres par seconde à 50 km par heure à la même direction de la force. Alors la masse du corps m égale combien? خلي بالكو هنا دي ليها علاقة بالإمبولسيون، دي ليها علاقة بالإمبولسيون، لأن هو في temps de contact وفي
كمان V1 و V2، يعني V1 هتبقى 3 متر بار سكوند و V2 اللي هي 54 كيلومتر بار اور، وانا طبعا هحولها لمتر بار سكوند، وهحول كمان الفورس المتر ايه بار سكوند، ف قصدي لنيوتن اسف. طيب نيجي للكيستيون 10 بقى، طبعا هحول الفورس من كيلوغرام بوا لنيوتن، و V1 ب 3 متر بار سكوند، وهنا V2 هتبقى ب 54 كيلومتر بار اور، فحولها تبقى ب 15 متر بار سكوند. وانا عارف ان الامبولسيون هي فورس فوتون دو كونتاكت، اللي هي بتساوي الفارياسيون دو كونتيتي دو موفمون، اللي هي الماس فوا فارياسيون دو فيتيس. حلو جدا، فانا هستخدم القانون ده عشان احل ايه اللغز ده كله، فهيبقى بالتالي انا عندي الفورس وعندي طون دو كونتاكت وعندي الفاريشن دو فيتاس، لان عندي V1 و V2، فبالتالي كل اللي انا عايزه اللي هو الماس. ف يعني انا عارف كله ما عدا الماس، هعوض وهحل، هتطلع على طول ب 0.4 كيلو جرام. Nique pas la question 10, un corps de masse 14 kg commence son mouvement du repos sur une route horizontale sous l'effet d'une force d'intensité 2 kg poids et incliné sur l'horizontale d'un angle de 60 degrés. Et une force inclinée, il va falloir la résolution, واحدة على horizontale, واحدة على verticale, طبعاً, vers le haut, au contre de la résistance d'intensité phi résistance b 0,40. 95 kg poids. Trouvez le travail fourni par la force pendant la première minute. Hello جدا. هرسم الكلام ده. Le corps بتاعي اهوت وفي 60 degrés incliné. La force اهي عامل لها résolution. هتبقى F cosinus 60 و F sinus 60 وعندي normal réaction faux. Oui, هنا le poids 14 g وهنا la résistance. Hello جدا. جي هنا مش جرام، جي هنا اللي هي الجرافيتي. طبعا هشوف، طبعا هنا هشوف مين الاكبر، بس هو قال ان هو موفمون اوريزونتال وفي ريزيستانس، فبالتالي اكيد الموفمون هيبقى ناحية الفورس، يبقى هو موفمون هيبقى كده. وانا عارف ان الترافاي عبارة عن فورس فوا ديبلاسمون، انا بقى عايز الديبلاسمون دي في بروميير مينوت، في الدقيقة الأولى، في الدقيقة الأولى الأول كده، عشان بس نبقى شغالين على النظافة. هنحول الفورس من كيلوغرام بوا لنيوتن، بقت 19.6. حلو جدا. هنزل تحت بقى، هعمل ايكواسيون دو موفمون ام ا ايجال، وهحط بقى اي حاجة مع السالب بلس اي حاجة عكس السالب موان، يبقى هنا اف كوزينوس سيتا 60 موان الريزيستانس، اللي هي هتبقى طبعا هنحولها برضو ايه لنيوتن. حلو جدا. اما عايز ايه الاكسلراسيون، عشان قلنا الاكسلراسيون هي عصب الديناميك، ما ان الاكسلراسيون هي العصب بتاع الديناميك اللي هقدر بيها هجيب بقى ايه ديبلاسمون طون فيتاس وهكذا. طيب جبت انا الاكسلراسيون طلعت بكده، هخش طبعا زي ما انتم عارفين على الايكواسيون دو موفمون زي اللي احنا قلناها المره اللي فاتت، اللي هي في 0 في انيشال فوا تي بلس 1 دمي ا تي او كاري، كل ده ايجال للديبلاسمون. هعوض هجيب الديبلاسمون في البروميير مينوت، طبعا البروميير مينوت يعني 60 سكوند، ما حدش يتلخبط يحط 1 مكان التي، تحط 60 عشان الطن بالسكوند، هتطلع ب 63 متر. وبكده نكون حلينا جزء من المطلوب. هو بقى عايز الترافاي دوران لا بروميير مينوت، فبالتالي هضرب بقى الديبلاسمون ده في الفورمول اللي فوق، يبقى الترافاي ايجال 1 دمي فوا 2 فوا 9.8 فوا 63 لو ديبلاسمون، وكل ده كل ده اف كوسينوس تيتا، كل ده اف كوسينوس تيتا، كوسينوس تيتا ب 1 دمي والاف ب 2 فوا 9.8 عشان انا بحسب بالنيوتن فوا 63. محدش يتلخبط ويحط لي الاف زي ما هي، انا رايح يمين بعمل بجيب الترافاي بتاع الفورس اللي اجي سور لو كور. ايه اللي بيأجي سور لو كور ويخليه يتحرك يمين؟ الاف كوزينوس 60 مش الفورس العاديه. بس طلعت معايا ب 617.4 جول. نأكد يا جماعه ان ديت اف كوزينوس 60 fois et déplacement.
يعني اف كوزينوس 60 فوا دي بلس مو، عشان ما حدش يختلط عليه الامر. وبكده نكون خلصنا سؤال رقم 11. طيب نيجي بقى للكيستيون نمبر 12. بيقول ان كورد ماس 300 غرام يبوزي او سومي دان بلان انكليني اي سا اوتور 1 متر، لقيت متر يبقى حول البوال ايه لكيلوغرام يبقى 0.3 كيلوغرام الماس. Trouvez la vitesse du corps quand il arrive à la base du plan si le travail fourni contre la résistance du plan est 1,59 joules. Là où L est le travail de la résistance, il va t'arraf en R fois déplacement fois et déplacement et l'R amalito, ou le corps est arraco. Il travail fourni contre la résistance du plan est R fois D égale 1,59 joules. نيجي هنا طبعا الرسمة هنا طبعا الكور وهو في ريزيستانس بتشده ومفروض الموفمون يبقى لتحت وعلى اوتور 1 متر عشان سبته فوق سبته ينزل. طبعا في هنا انجل دانكلينيزاسيون اللي هو تيتا جميل، وانا معايا طبعا انا معرفش تيتا بس معايا الاوتور واعرف اجيب الديبلاسمون اللي نزله، فبالتالي هعرف تيتا دي بتساوي كام بقوانين التريجو. حلو جدا. طبعا عملت ريزولوشن للبوا ام جي كوزينوس تيتا وام جي سينوس تيتا، وهنا هيبقى ايه الرياكشن نورمال. عندي الماس ب 0.3 كيلو جرام والاوتور ب 1 متر والار فوا دي ب 1.59 اي جول. طب انا عايز ايه؟ عايز الفيتاس كون اش ايجال 0 لما اوصل لتحت، لان لما هوصل لتحت الاش هتبقى بكام؟ ب 0. حلو جدا. طب ما انا عندي قانون حلو قوي بيقول لي ان الترافاي هو شانجمون دو انرجي سينيتيك. طيب طب ما هو ال يعني شانجمون دو انرجي سينيتيك هو تي موان تي انيسيال. حلو جدا. وعندي قانون تاني بيقول ان ال الترافاي هو عبارة عن سوم دي فورس فوا ديبلاسمون فوا دي. جميل جدا. فزي ما قلنا ان الترافاي هو الشانجمون دينرجي سينيتيك، وهو كمان في نفس الوقت لا سوم دي فورس فوا لو ديبلاسمون دو ترافاي توتال. طيب ترافاي توتال اللي هو سوم دي فورس فوا ديبلاسمون، عندي سوم دي فورس هنا ايه؟ سوم دي فورس هتبقى اللي مع السهم بلس واللي عكس السهم موان، يعني ام جي سينوس تيتا موان ار فوا دي، كل ده بيساوي الشانجمون دينرجي سينيتيك. فبعد ما عملت كده يبقى العائق الوحيد اللي عندي هو سينوس تيتا. طب ما سينوس تيتا ايه هو اصلا؟ مش سينوس تيتا هي ان على الاوبوزي على الايبوتينيوز يعني ان سور دي. طب حلو جدا. طب ما انا وزعت الدي هنا وهنا، وهنا عندي هتبقى سينوس بان سور دي وهنا يبقى عندي دي، فالاتنين هيروحوا مع بعض، يبقى انا ايه ريحت دماغي اهي، سينوس تيتا يجي ان سور دي هيطلع لي في الاخر كده الدي هتروح مع الدي تاني موان 1.59 هيطلع هنا ان في 2 او كاري ايجال 9 و في 2 ايجال 3 متر بار سكوند. ليه انا ما خدتش الاختيار النيجاتيف؟ لانها تبقى الفيتاس لتحت مع اتجاه الحركة. تمام. نيجي بقى الكيستيون نمبر 13. بيقول سي لي فورس اف 1 ايجال 4 اي موان 3 جي موان 3 جي بلس كا. بصوا عشان تريح دماغكم يعني نصيحة، أو ما تلاقوا إي وجي وكا عرفوا إن الإي على الإكس والجي على الإيغريك وكا على الزد، وتاخد الرقم اللي جنب كل حرف إي والجي والكا وتاخده بالسين بتاعه. يعني مثلا هنشوف وقال لك إف دو إيجال إي بلس دو كا وإف تخوا كاتر جي موان كا أجي سور أن كور بوندون 5 سكوند ألوغ لانتنسيتي دامبلسيون دي فورس سور لو كور أن يونيتي إيجال كوا. حلو. هو مش انا عندي هنا ان الانتنسيتي هي النورم دو لا فورس ان فيكتور فوا لو تي، يبقى انا هنا شفتوا بقى هحول بقى الاف ام الدهاني باي وجي وكا عشان ما ادوش نفسي. هو قال لي 4 اي يبقى 4 في الكوردوني دو اكس، موان 3 جي يبقى موان 3 في الكوردوني دو واي، وقال لي كا لوحدها يبقى 1 في الكوردوني دو زد، وهكذا. واف 2 برضو تبقى 1 0 و 2 واف 3 0 4 و موان 1. هجيب الفورس ريزولتانت طبعا اللي هي هتبقى السوم دي 3 فورس، هجمع كل ده، هجمع كل كولون مع بعضها كل كوردوني مع صاحبه، يبقى هتبقى 5 و 1 و 2.
اجيب النورم ازاي؟ كوردوني دو اكس او كاري بلس كوردوني دو يغاك او كاري بلس كوردوني دو زد او كاري هيطلع براسين دو 30. حلو جدا. احسب بقى الامبولسيون وهو مديني التون ب50، هعمل راسين دو 30 فوا 5 ايجال 5 راسين دو 30 يونيتي. طب نيجي بقى للنمرو 14، بيقول Une particule se déplace en ligne droite sous l'effet de la force F égale sinus de D. Newton ou D est la distance entre le corps et un point d'origine fixé sur la ligne droite et mesuré en mètres. Alors le travail fourni de cette force F quand la particule se déplace de D0 à D égale pi sur 2 est égal à. Hello, good. Hello. ومش احنا عارفين ان التravail هو الانتجراسيون de F par rapport à D. الانتجراسيون بتاعت ال F par rapport au déplacement ومديني هنا البورن 0 بي سور 2 ومديني ال F إيجال سينوس 2 دي، هعمل انتجراسيون على طول par rapport au D par rapport au D على طول، هتطلع ب 1 جول. تعملوا دي على الآلة وتعملوها انتوا، تطلع ب 1 جول على طول. ولما تيجوا تعملوها على الآلة يبقوا حولوا الآلة لغاديون، ما تبقاش دوغري عشان يطلع المسألة مختلفة. واما تخلصوا تفتكروا تحولها لدوغري، عشان لو سبتها على غاديون باي باي الامتحان. طيب نيجي بقى نيمورو 15. هنبدا ب A سي ان كور دو ماس دو يونيتي، يبقى الكور الماس بتاعته 1 يونيتي سو ديبلاس سو ليفي دي فورس اف 1 و اف 2 و اف 3 ومديك بقى كل واحده، يبقى اف 1 A اي بلس جي و اف 2 اي بلس بي بلس بي جي بلس 3 كا و اف 3 i plus 2j moins ck. Son vecteur de déplacement étant donné par la relation d, vecteur de déplacement le d égale d égale ti plus 1 demi t au carré plus t collé d'af j plus k 5k. عايز a ou b ou c. طيب اولا كده الفورس هي عبارة عن m، الفورس عبارة عن m فوا a فوا الاكسيلراسيون، ماس فوا اكسيلراسيون. حلو جدا. طيب هو مديني الديبلاسمون، لو عملت الديبلاسمون ديريفي هجيب الفيتاس، ولو عملت الفيتاس ديريفي هجيب ايه الاكسيلراسيون. طيب ومديني هو 3 فورس فهجيب الريزلتانت ان انا هجمعهم كلهم هعمل سوم، ولما اعمل سوم هتبقى الفورس ريزلتانت a بلس 2 في ال e و b بلس 3 في ال g و 3 موان e في ال k. حلو جدا الكلام ده. مفروض بقى ان الفورس دي هتبقى هي دي والماس بيونيتي يعني ب 1، المفروض اجيب ايه الاكسلراسيون عشان اعرف اجيب الا والبي والاو. حلو، هنيجي بقى ايه نخش هنجيب الاكسلراسيون ازاي. هنعمل ديريفي دو فوا للديبلاسمون، ده هو كان مديني الايكواسيون دو ديبلاسمون. حلو، عملت لها ديريفي جبت الفيتاس، عملت لها ديريفي تاني جبت ايه جبت الاكسلراسيون. هنا انا بعمل ديريفي الفيكتور فباخد كل كوردوني بعمله ديريفي لوحده، اللي في الاي هعمله ديريفي لوحده، واللي في الجي لوحده، واللي في الكا لوحده. عملت ديريفي طلعت ان الا بجي، معنى كده ان الا بتساوي ايه بتساوي 0 1 0 يعني 1 بس في كوردوني دو ايغريك. حلو جدا. عوضت هنا بقى قلت ان الاف كل الاف دي هتساوي ايه جي. طيب انا كده كده عارف ان a بلس 2 ايجال 0 و 3 موان e ايجال 0 و b بلس 3 ايجال 1 لان جي قدامها 1. حلو، يبقى احل من هنا هجيب ال a ب موان 2 وال e ب 3 وال b ب موان 2 بس كده. نيجي بقى ل 15 بي وبيقول ان بلان ريغو انكليني دو لونغور 2.5 متر et de hauteur 1,5 mètre et son coefficient de frottement dynamique égal à 1,5, trouver la plus petite vitesse, c'est-à-dire une vitesse minimale, pour lancer un corps du plus bas point du plan suivant la plus grande pente vers le haut pour que le corps arrive au plus haut point de plan. Nersim, هو انا عندي body هحذفه من هنا، عندي corps اسف دخلنا الانجليش في الفرنسي. هنا عندي كور، هنا في القاع عايز احذفه لفوق، بس عايز احسب الى فيتاس مينيمال اللي احذفه بيها يوصل لفوق، يوصل ايه يوصل لاوتور 1.5 متر.
عايز الفيتاس مينيمال اللي اقدر الكور اللي هديله الفيتاس دي من تحت يوصل لأوتر 1.5 متر. معنى انه يوصل ل 1.5 متر يعني هو باركور كام؟ 2.5 متر، لان هي يعني هي ايه مظبوطة، يعني هي انت لو عملت كده هتبقى على اوتار 1.5 متر، وهتبقى ديبلاسمون بتاعك 2.5 متر. وين قال بلون ريغو؟ فعندي كوفيسيون دو فروتمون ديناميك طبعا هنا، وهنا طبعا البوان انكليني عملت له ريزولوشن لام جي كوزينوس تيتا وام جي سينوس ايه تيتا. حلو جدا. هنا بقى الترافاي، انا هنا هشتغل بطريقة الترافاي، هو بتتحل بكذا طريقة، لكن انا هنا هشتغل بطريقة الترافاي عشان اقدر بيها اجيب لافيتاس مينيمال. فتعالوا نشوف هنستخدمها ازاي. عندي طبعا زي ما قلنا ان الترافاي توتال هو الشانجمون بتاع انرجي سينيتيك تي مون تي زيرو، تمام. طبعا وبيساوي كمان السوم دي فورس فور ديبلاسمون زي ما قلنا قبل كده. يبقى السوم دي فورس، طبعا السوم دي فورس هنا وانا طالع كلها عكس اتجاه عكس السنس بتاع الموفمون، فبالتالي هتبقى كلها بالموان، موان ام جي سينوس تيتا موان ميو كا ان، كل ده فور ديبلاسمون بيساوي تي موان تي زيرو. حلو جدا. طبعا ت هنا بزيرو عشان لما هوصل هنا هتكون الفيتاس فينال بتاعتي بزيرو، عشان انا بادئ بفيتاس انيسيال، على ما اوصل هنا تكون الفيتاس خلصت مني، يبقى ت بزيرو. هيبقى انا هنا عندي موان ان دومي ام في انيسيال او كاري، وهنا هاخد الموان فاكتور كومان عشان ما ادوش نفسي بالسين واقوم شاطب الاتنين مع بعض، هيبقى ام جي سينوس تيتا بلس ميو كا ان فور ديبلاسمون ايجال ان دومي ام في زيرو او كاري. حلو جدا. هنا هيبقى عندي ام جي سينوس تيتا فوا ديبلاسمون بلس ميو كا ان فوا ديبلاسمون ايجال ان دومي ام في زيرو او كاري، مش انا معايا الديبلاسمون اللي هو 2.5 متر، ما هو اللي هيخليه يوصل هنا هيخليه يقطع المسافة دي كلها. جميل. فانا هحسب طبعا الماس كلها هتروح مع بعضها لانها كلها واحدة، فهيبقى عندي جي سينوس تيتا فور ديبلاسمون بلس جي كوس تيتا فور ديبلاسمون فور ميو كا ايجال ان دومي في انيسيال او كاري. طبعا هحسب كل دوت، طبعا الفي انيسيال اللي انا بدور عليها هتطلع ان في انيسيال او كاري ايجال 49 متر بار سكوند، هاخد لها غسينة هتبقى ب 6 متر بار سكوند. يبقى انا كده حليتها بطريقة الى حد ما سهلة وسريعة عن الطريقة بتاعت الايكواسيون دو موفمون اللي هي ايه الطريقة بتاعت الترافاي. هستغل الترافاي عشان اعرف اجيب بيه الفيتاس، وبكده طلعت الفيتاس ب 6 متر بار سكوند. نيجي بقى الكيستيون نيمورو 16، بيقول سي ان كور دو ماس 200 غرام سو ديبلاس افيك اون فيتاس 60 اي موان 80 جي سنتيمتر بار سكوند. هنا بيقول الوغ سون انرجي سينيتيك ايجال، وعايزه اون جول. فمدام هو عايزه اون جول يبقى هحول الجرام لكيلوغرام والسنتيمتر بار سكوند لمتر بار سكوند. فنشوف كده يبقى الماس ب 0.2 كيلوغرام والفي ايجال 0.6 اي موان 0.8 جي، تمام. وانا عارف ان ال انرجي سينيتيك ان دومي ام في او كاري، طبعا هجيب النورم بتاع كل واحده، هجيب النورم الفيتاس لان انا مش هينفع اشتغل بالفورميل دي والفيتاس فيكتور، تمام. جبت النورم طلع 1 متر بار سكوند، هطلع على طول هيطلع لي ب 10 بيسونس موان 1 جول. ده بالنسبه للنيمورو 16. 17 بقى بيقول سي لا بيسونس دو ماشين ان مومون كيلكونك ايت ايغال ا 9 تي او كاري بلس 4 تي وات الور لو ترافاي فورني بار سيت ماشين بوندون لي 3 بروميير سكوند ايغال عايزو دوران لي 3 بروميير سكوند. طيب هو مش انا عارف ان البيسونس باور ايجال لو ديريفي دو ترافاي بارابور او طون. حلو جدا. ولو انا عايز الترافاي هعمل انتجرال للبيسونس بارابور او طون، وعندي ان تي انتر 0 و 3 وخلاص كده هعمل انتجراسيون للاكسبريسيون بتاعت البيسونس اللي مديها لي اف تي 9 تي او كاري بلس 4 تي دي تي،
وهنا البيسونس بزيرو من الطاقة من زيرو لتخوا هيطلع لي بـ99 جول. طيب هاجي هنا بقى ال question 18 بيقول 18a une voiture de 2 tonnes de masse يبقى الماس 2 تون حولها الكيلوغرام تمام se déplace sur une route horizontale avec une vitesse uniforme مادام قال لي vitesse uniforme يبقى acceleration égale 0 دي وانت مغمض وقال لك الفيتاس يونيفورم دو 108 كم بار اور نحولها طبعا لمتر بار سكوند كونتر دي ريزيستانس ايكيفالونت ريزيستانس ايكيفالونت ا كومبيان 150 كيلوغرام بوا بار تون دو سا ماس خلي بالكو الريزيستانس ب 150 كيلوغرام بوا لي كول لي تون بتاع الفواتور جميل قال لي عايز بقى ايه ديتيرميني لا بويسونس دو موتور ان شيفال عايزها اون شيفال تمام انا عارف ان البويسونس عباره عن فورس فوا في معلش اعذروني انا بحب اكتب بويسونس باور عشان يعني سريع في الكتابه تمام معروف البويسونس هي الباور يعني اكيد كلكم عارفين لغات حلو والفورس فوا لا فيتيس وانا عندي العربيه هيت لكل فعل زي ما قانون نيوتن لكل فعل رد فعل معاكس له في الاتجاه ويساوي في المقدار توت اكسيون رونكونتر اون رياكسيون qui est en sens opposé et avec même intensité. Fait F, mon corbeau a une résistance. Il a une résistance B 150 kg poids, les colle les tonnes. On a un des tonnes, un des 2 tonnes, il a une résistance totale B 300 kg poids. Hello. On a محتاج اعرف puissance, عشان اعرف puissance محتاج اعرف ال F. Hello جدا. طب ما هل F هي ال R. خلاص كده يبقى ال F بكام ب 300 كيلوغرام بوا ماشي اعذروني بوا هنا الانجليزي ساعات بيضغ على الفرنسي 300 كيلوغرام بوا حلو جدا والفيتاس هحولها للمتر هات الفيتاس هتطلع ب 300 متر بار سكوند حلو جدا والبيسونس اللي هو الباور هيبقى ايه هيبقى ال F فوا فيتاس ال F ب 300 فوا 30 هتديني 9000 كيلوغرام بوا fois mètre par seconde, عايز احول le cheval, هقسم على 75, بقى عندي 120 chevaux. حلوة دي, جميلة. نيجي بقى الكيستيون B, 18B, بيقول la force F égale 6I plus 2J, newton, agit sur un corps pour le déplacer de A à B. حلو, pendant 2 secondes, يبقى temps de déplacement, 2 secondes. Si son vecteur de position est donné par la relation, vecteur de position est 3t au carré plus 2i plus 2t au carré plus 1j. Où la norme de r est mesurée en mètres. Et t par seconde. Hello. Variation d'énergie potentielle. Je ne sais pas une variation d'énergie potentielle. Delta p est moins le travail. Et moins lf fois d. حلوة قوي طب انا معايا ال F بس مش معايا ال D طب انا هعرف اجيب ال D ان ال D ايه ال D عبارة عن R مو R initial وانا معايا ال R ال equation vectorial بتاع ال R جميل جدا يبقى انا هحسب ال D يبقى انا هحسب ال D ال D ب equal 3T au carré plus 2 موان وطبعا ال R ال R initial التان فيها بزيرو فهحسب هحسب هتطلع ان الديبلاسمون ب 3 تي او كاري بلس 2 تي او كاري خلي بالك ال ار انيشيال ان التان عندها ب 0 حلو جدا حسبت حلو جدا حسبت بقى ال دي هاجي بقى هنا اجيب الدلتا بي اللي هي مون اف فوا دي هعمل برودوي انتر دو فيكتور خلي بالكو هنا ده هيبقى برودوي سكالير يعني x1 فوا x2 بلس y1 فوا y2 اهوت عملت كده طلعت ب موان 22 تي او كاري عايزها امتى؟ عايزها لما التي ايجال 2 سكوند اعوض عن التي ب 2 هتطلع ب موان 88 جول وبكده نكون خلصنا امتحان بروميير سيسيون وبكده نكون خلصنا الحمد لله بروميير سيسيون 2019 ديناميك اللي انا امتحنته زيكم السنه اللي فاتت ربنا معاكم ويوفقكم
واستعينوا دايما بالأسئلة العربي اللي على الجنب لو انتوا مش فاهمين حاجة، وإن شاء الله الامتحان يجي سهل والدنيا تكون جميلة. أتمنى، أنا عارف إن الوقت ضيق قبل الامتحان، بس نصيحتي إنكم تقروا الأسئلة كويس وتركزوا أوي في اليونيتي، وتركزوا كويس في تحويلها لو هي محتاجة تحويل وكده. ربنا يكرمكم يا رب وتخشوا أحسن كليات. أشوفكم بقى في امتحان ال معرفش الامتحان جاي استاتيك تقريبا. أشوفكم بقى في امتحان استاتيك. مع السلامة.